السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم منى فتحي من قناة تسمين لتعليم الكروشيه. الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. مفرش دائري من أروع وأجمل المفارش اللي اشتغلناها هنا على القناة، تفاصيله كتير ولكن مشوقة ولذيذة وجميلة. المفرش على الطبيعة كمان أجمل من التصوير، زي ما انتم شايفين المفرش رائع جدا جدا. مفرش قطره حوالي 45 سنتي، كمان للكومود كمان هيبقى تحفة. شايفين الأوراق والشكل بتاع المفرش، متكثف فيه غرز الحشو مع المراوح، فشكلها جميل جدا. بتمنى ان هو يعجبكم. اشتغلناه على القناة وهسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس. بتمنى ان انتوا تتابعوني وتستنوا مني كل جديد، وبحبكم في الله، بحبكم في الله. وكل اللي سأل عني انا كويسة وبخير، ومنتظرة ان شاء الله موسم الشتاء عشان اكون معاكم.